السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: المغيبون، هل أغلق الحلبوسي الملف؟ مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة الدكتورة ثائرة أكرم، الباحثة بالشأن السياسي العراقي، عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. في لقاء تلفزيوني أكد رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي أن المغيبين يجب تسميتهم بالمغدورين لأنهم قتلوا، لكن لم يذكر الحلبوسي من الذي قتلهم ولماذا قتلهم وكيف وصلت هذه المعلومات لرئيس البرلمان ولماذا يعرضها ناقصة للرأي العام. تؤكد تقارير دولية أن من أبرز الجهات المتهمة بالتغييب القسري لسكان المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية بخلاف داعش هي الجيش، الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى ميليشيات الحشد، أي الجهات التابعة للدولة. هل لهذا السبب تهون الأذرع الإعلامية للأحزاب الحاكمة من خطورة ملف المغيبين؟ وهل بسبب تورطهم سارع أبو علي الفتلاوي القيادي في تحالف الفتح بالقول إن المغيبين الذين تتحدث عنهم الأحزاب السنية هم دواعش؟ ألم تتهم نفس الأحزاب التي ينتمي إليها أبو علي الفتلاوي شباب العراق من محافظات وسط وجنوب البلاد بأنهم خلايا لداعش؟ ألا تعتبر تهمة الانتماء لداعش هي الشماعة التي تعلق عليها الأحزاب الحاكمة وميليشياتها انتهاكاتهم؟ ثم كيف علم الفتلاوي أنهم دواعش وهم لم يعرضوا على قضاء مستقل يبحث في ملفاتهم ويبت في قضاياهم؟ ألا يعد وصف القيادات الميليشياوية والحزبية للمغيبين بالدواعش هو اعتراف ضمني بقتلهم وتصفيتهم؟ نعود إلى الحلبوسي الذي قال إن ذوي المغيبين يجب أن ينصفوا عن طريق شمولهم ضمن قانون ضحايا الإرهاب، وهو اتفاق سياسي تم بين جميع الأطراف. فهل ينصف ذوي المغيبين المغدورين ببعض الأموال أم بالقصاص من قتلتهم؟ مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذا التقرير الجرافيك الذي يبين حقائق تتعلق بالمغيبين في العراق، لنشاهد. طبعا كانت هذه بعض المعلومات مشاهدينا الكرام بشأن قضية المغيبين أو ملف المغيبين في العراق. هناك أرقام مفزعة حقيقة شاهدناها من خلال توثيقات دولية، منظمات دولية أكدت وجود أعداد ضخمة جدا للمغيبين في العراق. كيف يمر هذا الموضوع بسهولة من قبل الحكومات المتعاقبة والأحزاب الحاكمة؟ كيف لا يعيرون لهذه الأعداد أي اهتمام؟ لماذا يهون من قضية ملف المغيبين والمغدورين الآن بحسب تصريحات محمد الحلبوسي من قبل الآلة الإعلامية التابعة لهذه الأحزاب، بالإضافة طبعا إلى كيل الاتهامات من قبل قيادات تابعة لهذه الأحزاب بوصفهم بأنهم إرهابيون أو دواعش أو غيرها من هذه الاتهامات؟ دعونا نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام الذي يعده قسم الأخبار في قناة الرافدين، ثم نعود لنكمل الحديث. Yeah.
في واحد من أكثر الملفات الإنسانية التي تكشف ما وصل إليه الحال في العراق، وأمام العديد من الحقائق والتصريحات، اعترفت الميليشيات الولائية ضمناً بأنها قامت بقتل وتصفية آلاف المغيبين قسراً من خلال تذرعها بأن هؤلاء المغيبين إرهابيون. اعترافات لم تفاجئ الشارع العراقي الذي سبق وأن سمع تصريحات مشابهة من زعماء أحزاب أكدوا أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي طلب منهم أن ينسوا ملف المغيبين في إشارة إلى أنهم لم يعودوا موجودين بعد أن جرت تصفيتهم. بموازاة ذلك أدان العديد من ذوي المغيبين فضلا عن ناشطين وصحفيين تصريحات رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي، والتي وصف فيها المغيبين بأنهم دواعش ومطلوبون لقضايا جنائية، مشيرين إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن تصفية المختطفين تمت بتهم كيدية وبدوافع طائفية، معلومة أكدتها تصريحات رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي الذي تحدث عن مقتل المختطفين ما بين عامي 2014 و2016 والذين اقتادتهم الميليشيات بعد أن عزلتهم عن عوائلهم خلال رحلة نزوحهم إلى مناطق خارج العمليات العسكرية. ممكن نسميه المغدوري. المغدوري. إيه. طيب. أو الاسم الصحيح عليهم هم المغدورين. المغدورين فارقوا الحياة. لا يركض قرمو يا ولد. تصريحات الحلبوسي تمثل اعترافاً صريحاً بتصفية ما بين 18 إلى 22 ألف عراقي من سكان محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالة ونينوى وبابل بعد أن كان ذوهم يتشبثون بأمل عودتهم، خصوصاً مع استمرار ترويج أنباء عن وجودهم في معتقلات سرية بمناطق تسيطر عليه الميليشيات أبرزها جرف الصخر، في وقت لا تزال فيه حكومة السودان تلتزم الصمت تجاه هذا الملف الذي استخدم طوال السنوات الماضية بهدف المساومة السياسية. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت في عام 2020 ميليشيا الحشد بالوقوف وراء عمليات التغييب القسري، فيما تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن العراق يوجد فيه أحد أكبر أعداد المفقودين في العالم، إذ تقدر أعدادهم ما بين 250 ألفا ومليون مفقود صاروا اليوم في إعداد القتلى، ليكون ملفهم وصمة عار لا تمحى في جبين نظام المحاصصة الطائفية وأحزابه وميليشياته. تابعتم مشاهدينا الكرام هذا التقرير، بإمكان حضراتكم كما قلنا المشاركة معنا من خلال أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم لإبداء رأيكم بهذا الموضوع. هل تعتقدون بأن محمد الحلبوسي بهذا التصريح الأخير بشأن وصف المغيبين بالمغدورين الذين فارقوا الحياة هو إغلاق لهذا الملف وإغلاق الباب أيضا بوجه ذويهم الذين يستمرون بعملية البحث عنهم ومحاولة معرفة مصيرهم؟ مشاهدينا الكرام نستقبل الآن الدكتورة ثائرة أكرم الباحثة بالشأن السياسي العراقي. أهلا بك دكتورة. حياكم الله وسهلا. يعني بداية، ما تعليقك على تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتغيير توصيف المغيبين إلى المغدورين الذين فارقوا الحياة؟ نعم، طبعا ملف المفقودين والمغيبين من أكثر الملفات التواصل عام بالعراق، ومن المؤسف جدا التعاطي كان معه ليس بالمستوى المطلوب ومهمل من الجهات المعنيه، لطالما كان هذا الملف لعبه بيد المسؤولين والنوار الذين كانوا يستعملونه في ورقه كصعود في ترشيحات للدورات السابقه. طبعا تصريح الحلبوسي كان اول اللي تناول قضيه الاف المغيرين العراقيين واللي جرى اقتياد من قبل ميليشيات مسلحة من بين عام 2014 ولغاية 2019 أبان نزحهم من مناطقهم التي سيطر عليها الطرفين آنذاك. طبعا اعتراف هو اعتراف رسمي من مسؤول عراقي بتصفية ما بين يعني من 18000 إلى 22000 عراقي من مدن شمال وغرب العراق اقتيدوا الى اماكن، طبعا وقتها الى اماكن مجهوله. طبعا بالمناسبه انا اعرف اشخاص يعني صحيح يعني اقتادوا حتى في مناطق صحراويه في مناطق بيجي وتكريت، كانت هناك جمرات من هذه المخازن الكبيره اللي هي عباره عن مخازن سابقه كانت، فاقتادوهم الى هناك، وكانت طبعا الامم المتحده كانت لا تعلم بهذه الاماكن. صدفة
اكتشفتها لمدة تقريبا 8 أشهر 9 أشهر. هم المخازن هذيك إذا لقيت أنه هي تحت عبارة عن كانت تقن مخازن ملعية، لكن باقتيادهم هنا سجنوا بهذا المكان، وهذا المكان فقط ل200 شخص. نعم. وهناك سجن 500 أسير زاد الميليشيات. طيب يعني دكتورة اعتراف الحلبوسي طيب أنا نعم اعتراف الحلبوسي دكتورة 17. بس اسمحي لي اعتراف الحلبوسي بـ بـ نعم. بهذا بتصفية المغيبين بأنهم أصبحوا أو فارقوا الحياة، طيب لماذا المعلومة ناقصة؟ لماذا لا يكمل إن وصلت لديه هذه التأكيدات ليخرج أمام وسائل الإعلام يصرح، وكما تفضلت تصريح رسمي، لماذا لا يكمل وهو رئيس السلطة التشريعية بالقول أو بالإشارة إلى الجهات التي تقف خلف من قام بتصفيتهم؟ نعم، احنا ذكرنا أنه التصريح إعلان رسمي بعد عنهم على يد الميليشيات المسلحة خلال عمليات تنظيم داعش في العراق، وأيضا يجب يعني كانت تعرف على الهوية تلك الميليشيات، عوية كانت يعني كانت تلقى القبض عليهم واللي تمارس عمليات الإعدام للآلاف من المدنيين الأبرياء. وجاء هذا التصريح في وقت انتقاد الكابينة الانتخابية، لماذا سابقا لم يصرح بهذا الشيء؟ مع العلم احنا كلنا نعلم انه هم مغيبين من وقت ما أقيدوا، يعني حتى أهاليتهم انه يعني نضحك على نفسنا انه نقول انه هن على قيد الحياة، لا هؤلاء كانوا من أول ما اقتلوهم بأيام قليلة أعدين، لكن يبقى أنه الأهالي كان عندهم أمل على أنه يرجعونه، فهذه كانت ورقة للمسؤولين لتسلق السلطة من ضمننا الحلبوسي، كان وعد وقتها وعد ناخبيه وعد أهل الأنبار أنه المغيبين راح يرجعون وأن المعتقلين راح يفكوا أسرهم، كلها كانت وعود كذبة. طيب لكن سؤالي دكتور أنه لماذا إن صرح أمام وسائل الإعلام بأنهم أصبحوا في عداد الموتى، لماذا لم يكمل هذا التصريح ويشير إلى الجهة التي تقف خلفهم خلف مقتلهم، أو يعني يعقد البرلمان جلسة طارئة لمناقشة هذا الملف ومحاولة تشريع قوانين أو محاولة محاسبة الجهات التي تقف خلفهم؟ كيف علم هم أنهم مغدورون وأيضا في نفس الوقت لم يكمل المعلومة؟ أليس من المفترض عليه أن يشير إلى الجهات التي تورطت بقتل أو تصفية المغيبين؟ يا أستاذ العزيز، هل من الممكن الحلبوسي الذي هو أبا مباركة إيران وميليشياتها السعودي، هل ممكن أن يساهم الميليشيات اللي هي صعدتها بالأخر؟ يعني من معقول أن أول المسؤولين ومن ضمن الحلبوسي وأي مسؤول بالدولة لا يمكن أن يتهم الميليشيات أو الحشد، لأن هؤلاء إيران وإيران مستحيل المسؤولين يقدرون بكل ما يرموها أنه هي متهمة بهذا الموضوع. يعني احنا اخترنا عنوانا لحلقتنا دكتورة، وهو هل أغلق الحلبوسي الملف؟ هل تعتقدين بأن محمد الحلبوسي قام بهذا التصريح بقطع الطريق أمام ذوي المغيبين الذين يبحثون عن أبنائهم لغاية الآن؟ هل بهذا التصريح هو أغلق ملف المغيبين أمام ذويهم؟ نحن هناك طبعا مع الأسف الشديد آلاف الأسر العراقية قضاء بين الانذار والترقب لمعرفة مصير أبنائها المغيبين والمخطوفين، وهذا التصريح جاء صدمة كبيرة لأهالي المغيبين. طبعا هو حاليا هذا التصريح جاء في وقت أنا سبق ذكرت لك من اكتملة الكابينة، لماذا لم يأتي سابقا؟ نحن نعرف الحكومة صار لها أكثر من سنة ما كانت حكومة انتقالية وبعيدة عن التنظيم وبعيدة إلى أن اكتملت الكابينة الوزارية قبل شهر أو أكثر. فعند اكتمال الكابينة حاولوا أنه لأن قبل فترة أيضا كان هناك احتجاجات من ناحية الأهالي المغيبين، وطبعا كانت الإعلام كان
ألقى ضوء كبير على هذا الملف. نعم. فحاولوا أن كل الطرق أن يتلافون أمر أنه سيحصل من قبل أهالي المغيبين. فطرح هذا الوضع، الشارع العراقي هادئ، الثورة هادئة، الناس هادئة، ماكو شيء يعني شيء يلهيهم. فهذا وقت المناسب أنه يطرح هذا التصريح، وهذا التصريح هذا الملف بالمناسبة هو منتهي من زمان بيد المسؤولين، يعرفون كل المسؤولين وجميع النواب بالبرلمان وجميع الوزراء أنه هذا الملف منتهي أمره. لكن الوقت المناسب كان ما موجود، هسه حاليا الوقت المناسب وجد أنه يطرحون هذا الملف. أنا أرجو منك دكتورة أن تستمري تستمري بالبقاء معنا، سأعاود الحديث مع حضرتك بعد قليل، لكن نستقبل بعض الاتصالات. معنا السيد أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، أول أمر ننبه عليه هو أن مسألة المفقودين يتعاملون معها بانتقائية. فمسألة المفقودين في معسكر سبايكر تقوم الدنيا ولا تقعد. أما المغيبين في الأنبار وغيرها فهناك تعامل بانتقائية، فملفهم يختلف لأنهم ضحايا من محافظة كذا وكذا. فالانتقائية والطائفية في مسألة المغيبين واضحة من قبل الحكومة. أما بالنسبة للمغيبين الذين غيبتهم سوى الشر في الأنبار وفي غيرها، أخي الكريم، غيبوهم وهم يعرفون من هي قوى الشر يا أبو سمية؟ من هي قوى الشر الذين بقوا في الفلوجة؟ أبو سمية، من قوى الشر؟ أبو سمية، من هي قوى الشر التي تقصدها؟ قوى الشر الميليشيات الطائفية. بعدما دخلوا إلى الفلوجة يعلمون أن داعش قد خرجت من الفلوجة، وخرجت وفق اتفاق مالي بين الحكومة وبين قوى داعش. الذين غيبوهم هم من المدنيين ويعرفون جيدا. أما بالنسبة للمطالبة بحقهم فهذا خط أحمر، ولا يستطيع أحد أن يقول أن الجهة الفلانية أو أن الميليشيات الطائفية هي من التي فقط ذلك. فأنصحوا أهالي المفقودين أنهم لا يبحثوا مرة أخرى، فليبحثوا عن معاملات لكي يحسبوهم من الشهداء. طيب، يعني الحلبوسي أبو سمية الحلبوسي قال بأنه كان هناك اتفاق سياسي بإدراج ذوي المغدورين ضمن قوائم المتضررين من الإرهاب، عوائل المتضررين من الإرهاب، وبالتالي حتى تخصص لهم مبالغ مالية معينة. هل هكذا تعالج أزمة بهذا الحجم في العراق؟ يعني هل هذا الموضوع سيرضي أو سيطفئ نار العوائل اللي تبحث عن أبنائها صار لهم سنين؟ هل بهكذا الطرق تعالج الأزمة؟ أخي، بهكذا تصريح من أحد السياسيين الممثلين لمحافظة الأنبار هذا أقصى ما يمكنه. أما أن يعد أهالي المفقودين بأن يحاسب من غيب أبنائهم فهذا أمر من الخطوط الحمراء التي لا يمكن أن يتجاوزها أحد من ممثلي هذه المحافظة. من الأنبار. أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة، أكتفي معك بهذا القدر. معنا محمود من الموصل، تفضل سيد محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. حياك الله. أنا رحت على بغداد، أنا ودي اثنين مفقودين. نعم. رحت على بغداد أول البارحة. اسمعني. أسمعك. أول البارحة رحت على بغداد. نعم. أكو سجين بتاجي زلنا جو العرب. قافلين واحد سجين جو العرب بتاجي بلخي شمال شمال التاجي. طيب. رحت بالبوقة ما أقدر أخذ ضد سيطرات. نعم. ودي كان مفقودين. اللي يحكم ببغداد أبو درع. اللي يحكم ببغداد أبو درع وغزة الخزعلي. أنا يقول أنا تدخل بالسجن أنا جاي يشاربه. نعم. الخلص دحل علي السودان شو الخلص خلصة. قالوا رجل كان طيبتنا اللي خلص شعر وربطنا شعر يقول لك طيب أنت طيب 50,000. لقيت مفقوديك يا عرفتهم وين؟ عرفتهم وين لقيتهم؟ وانا قدر انا حد للملحب رحت للمطار قالوا حرس الثوري ترى يرضى كنهزم وديت حطيت حكم الله وديت رحت جوعان وجيت جوعان في اليحكم ببغداد ابو دح
طيب سيد محمود، سيد محمود شنو رايك بالتصريح اللي الصدر من محمد الحلبوسي اللي قال بانه المغيبين اصبحوا الان مغدورين فارقوا الحياه، شنو رايك بهذا التصريح؟ هل تعتقد بانه هو سد الباب امامكم الان وحسم هذا الملف انه كل المغيبين مغدورين؟ ما خلتنا نكمل الشعب، ما خلتنا نكمل. تفضل. انا قلت لك كلام ابو البير، احنا انا مش تدخل بس جناح، وخلت شرح الخز علي يا رجل تدخل بس جناح انت اتفضل. نعم. ما اسمعك انقطع الصوت. اسمعك يا سيد محمود. تدخل بس جناح. ايه. يا رجل تدخل بس جناح بالبرلمان، والله رئيس الوزراء ينشاربوا. وانا ابو درع. والله شوف نجاح بالبيع. قال هذه كلها باع ابو درع دفع عليك شهداء الايرانيين وحرب ايران والعراق. نعم. في هذول ما حد يقدر يوصلون. عارف مشبت الميليشيات البيئة في بغداد. السرايا الخرسان تحكم بغداد. طيب. سيد محمود انا نعم اكتفي وياك بهذا القدر واشكرك شكرا جزيلا للمشاركه معنا. السيد ابو حسن من الديوانيه، تفضل يا ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني انسان مظلوم شيخ مسجون بيام النظام بالامن النجف. نعم. وانت شهود وسجنت 7 اشهر. اي. ومعاملتي ما سويت الى بغداد 3 مرات ويرجع رفض يرفضني، ليش ما عاد؟ شنو معاملتك؟ معاملتي مع السجين والله سياسي بس ما حصل شيء. انت كنت سجين سياسي؟ اي والله. نعم. طيب شنو رايك؟ طيب هاي بالنسبه لمعاملتك، شنو رايك بموضوعنا؟ يعني اريد رايك بموضوعنا اليوم. يعني الرد ما الالاف يعني الاف من المغيبين الحكومه تقول عنهم خلص دولة في عداد الموتى، خلص فارقوا الحياه. ليش ما شفنا تحرك حكومي جاد؟ يا سيد ابو حسن ليش ماكو انصاف لذويهم بمعرفه مصير ابنائهم او بمعرفه من اللي قتل ابنائهم؟ ليش ماكو تحرك حكومي؟ شكل ما عندي لان انا عراقي وخدمت الدوله 30 سنه. نعم. خدمت الدوله 30 سنه ما اعرف شو سويته. طيب سيد ابو حسن انا اشكر حضرتك واتمنى طبعا مشكلتك تنحل. شكرا جزيلا ابو حسن. نعود للدكتوره ثائر اكرم مره ثانيه. دكتوره يعني مثل ما تفضلتي انه لم ياتي هذا الطرح قبل الانتخابات لكنه جاء بعد الانتخابات بعد ان هدات الاوضاع قليلا. هذا الموضوع طرحه الحلبوسي خلال حديثه في اللقاء الذي جرى، وقال ايضا بان هناك جهات تستغل ملف المغيبين او استغلت ملف المغيبين لاغراض سياسيه. هل بهذا الموضوع هو يبرئ نفسه من مسؤولية مشاركته أو مشاركة الحزب اللي ينتمي له أو مشاركة الجهات التي كانت تروج قبل الانتخابات؟ هل بهذا الموضوع هو يبعد نفسه عن التورط بقضية المغدورين أو المغيبين أو قضية المتاجرة بهذا الملف قبل الانتخابات؟ نعم طبعا كان وما زال ملف المغيبين بعض الأحزاب تعمل على التلاعب به من الجاية وتقوم بإبراده لفترة ثم تطمسه لفترة. هو لا يعدو كونه ورقة انتخابية سياسية تريد أن تطرحها القوى السياسية فحسب، بل هو كونه اللي ساهمت بهذا الملف واللي توطخت بدماء الأبرياء هم الميليشيات الإيرانية بالذات. طبعا فتح تحقيق بخصوص المغدورين سيفتح أبواب خطيرة للتحقيق والكشف عن الجهات اللي غيبتهم لسنين وشاركت بإعدامهم. طبعا ولابد من محاسبة هؤلاء ونحن رح أكيد رح نشهد إذا بوقت صار هذا الشيء رح نشهد مرحلة صدام بين الحكومة والميليشيات المتهمة بقتل آلاف من العراقيين خلال العمليات العسكرية ضد التنظيم. نعم حتى طيب. من السلطات الحكومية المتعاقبة كانت وما زالت واقفة مكتوفة الأيدي تجاه هذا الملف. دكتورة لكن تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش قالت بأن الجهات المتورطة بتغييب العراقيين في المحافظات اللي شهدت عمليات عسكرية، الجيش العراقي، الشرطة الاتحادية وما يسمى بالحشد الشعبي، هذه الميليشيات وكلها تابعة للحكومة. يعني هذا الموضوع هنا سؤال، هل هي الحكومة فعلا بعيدة عن هذا الموضوع
عندما توصف بأنها مكتوفة الأيدي أو عاجزة، أم أنها متواطئة ومتورطة فيما يحدث؟ نعم طبعا السؤال اللي طرحته ذكرني بسنة 2017 لما صار تحرير المناطق مالنا مع الموصل. طبعا أنا كنت دائما متواصلة مع أهل الموصل، أهالي الموصل، فكنت دائما أنه أكون على تواصل أنه لما يدخل الجيش ولما تدخل الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد، فكانوا دائما يشتكون من الحشد دائما يعني يقولون معاملة القوات الأمنية أحسن بكثير من معاملة الحشد. يقول مع الحشد كانوا يفوتون يعني كأنما كل أهل الموصل هم مشاركين وهم الدواعش وهم مجرمين وهم، فكانوا عشوائيا اللي عنده كانت عداوة، اللي طبعا انت تعرف اللي دخل من الميليشيات الحشد أيضا ليس فقط من ميليشيات الحشد الإيران، أيضا من أهالي المنطقة أهالي الموصل نفسهم أنفسهم، فكان عندهم عداوات واللي عنده بلاغات كيدية واللي، فكثير من المواطنين راحوا نتيجة دعوات كيدية قامت. طبعا هناك تقارير أممية تشير وقتها أنه مدينة الموصل وحدة كان هناك أكثر من 8000 شخص مختفين منذ عام 2014 لسنة 2017. وأيضا 17 من طالب مرة أخرى أيضا قامت الميليشيات ب يعني أثر الكثير من الشباب، طبعا حجزتهم قصرا لدى الحكومة والفصائل المسلحة. طبعا بلغ عدد كثير من أيضا من المحافظات، ليس في الموصل فقط، عندك صلاح الدين، عندك 15000 مغيب، معظمهم في السجون السرية، والأنبار 6000 مغيب، وديالة وغيرها من المدن اللي كانت تحت سيطرة داعش. طبعا الميليشيات ليست أقل ضررا وليست أقل إجراما من داعش، الميليشيات الإيرانية. دكتورة ثائر أكرم الباحثة بالشأن السياسي العراقي، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نزلنا إلى الشارع واستطلعنا آراء بعض المواطنين العراقيين بشأن قضية المغيبين وتصريحات محمد الحلبوسي الأخيرة، جئناكم ببعض منها، دعونا نستمع إلى بعض الآراء من مواطنين عراقيين بشأن هذا الملف. والله هي هاي يعني كل العوائل تفرح يجي صوت الابنهم يقول لهم يا ابنكم مثلا بفلان مكان، مثلا ابنكم مستشهد، ابنكم مقتول، حتى العوائل كلها ترتاح، حتى يعرف اخوه، يعرف عمه، يعرف ابن عمه، يعرف ايش صار بيه، سهله مسهله. يعني هسه مفقود وقبل وين ما حد يدري. اكو تصريحات حلوه بس غير تطبق، غير كنت تطبق، لو ما تطبق غير طبقوها، هواي تصريحات. اعطينا اراضي للمفقودين، اعطينا للشهداء، اعطينا كراميات، اعطينا اعطينا اعطينا، هو كل شيء ماكو، بس صوت. ريد فعل. صرح وصار سبع رئيس مجلس النواب الحلبوسي، وسبع خلي طبقه. خلي طبقه من هذا المنبر مالكم، ونسلم على كل عراقي عنده مفقود ان شاء الله يلقاه. هاي الناس اللي تقتل سببها الرئيسي الاحزاب. سببها الرئيسي بحق الله الاحزاب. يعني كل مجموعة تشتغل ما أعرف شنو، كل مجموعة متجهة ناس للشرق ناس للغرب، ما حد ولاء للعراق. لو أكو ولاء للعراق هاي المفقودين كان يومين لقوه. لو أكو ولاء للعراق وللعراقيين وحرص على الشعب العراقي من كل الطوائف ومن كل الأحزاب مشمولة بدون خوف وبدون تردد، لو أكو حرص على الشعب العراقي كان ذول المفقودين خلال 10 أيام يلقونهم وين ويدرون بيهم. ترى عندك ثقة بالعدالة حتى تنصف ذوي المغيبين؟ لا والله ماكو. ماكو سبب، لأنه يمكن أقول لك ذاقة والحرام نفسه بالحكام والقضاء نفسه، تقبلوا الرشوة وتقبلوا تغيير الحديث عن المسجون وعن القاتل وعن المجرم وعن اللي يطلعوها. مثل هذا بايق مليارات، الله كلها مال العراق كلها بايقة، والله دفع لنا 2.5 مليار راح نطلع كفاله. زين هو هسه بالمحكمه القضاء، انشد القضاء من قناتكم، القضاء عام بالعراق عام، اللي يبوق 1000 دينار واللي يبوق 1,000,000 هو حكمه نفس الحكم سارق. زين هذا شو راح يطلعون؟ وين القضاء الحقيقي؟ وين القضاء؟
والله ما أعرف هذا، لأن يعني هو تصريح رئيس برلمان المفروض يكون دقيق، عرفت؟ وبالنسبة للمغيبين يعني منو يعرف مصيرهم؟ لا أنا ولا أنت، إلا القتلهم أو اللي شردهم أو اللي ساجنهم، تمام لولا؟ إيه، فأجوز هو أعرف بالحقيقة يعني، لأن هو سياسي ورئيس برلمان الدورتين، المفروض يكون أكفأ من هاي الشغلة، تمام لولا؟ أنا أقول لك، لأن مو نفس يعني دورة ورا دورة، عرفت؟ وهم هاي يعني ماخذيها يعني شلون مثل الوراثة، واحد يستخدم سياسة الثاني، مو واحد يجي يعني بكل شجاعة ويقول يابا هاي الأمور المفروض تنحل، عرفت؟ سواء المقتول غصبا أو الجاني، المفروض تكون عدالة، عرفت؟ وأنت صاحب فضائية وشوف هسه احنا العدالة شلون، اللي يبوق يطلعوا ثاني يوم، واللي يسرق يضموه، والأحزاب واحد لازم ظهر الثاني، هو هذا هسه صار بالعراق، عرفت؟ وصلنا كل شوف كل فئات المجتمع وكل التطورات اللي صارت عندنا من طيب من كلها، عرفت؟ هو فشلت بالعراق. ليش؟ لأن ما طول أكو سياسة بدون تخطيط هي فاشلة. ماكو عدالة بالعراق، العدالة كلها أنا أقول لك يعني أنا رجال لا أنتمي الحزب، ورجال مواطن ومستفاد، أنا موظف متقاعد وأخذ لي مليون، ما أحتاج لا سياسي ولا غيره، بس عدالة صفر. ليش صفر؟ أنت روح اضرب لك واحد طلع دمه، تطلع ما تطلع؟ ليش اللي بوق مليارات ثاني يوم يطلعوا؟ والله شنو يا عارضين الفلوس؟ شنو هاي الفلوس؟ شنو هاي يضحكون على عقول الناس؟ عمي انت تحرر لك صك بدون مقابل، وشوف شو يصير بيك، يصير مصيبه، عرفت؟ فما لا تقول لي اكو عداله مسيسه مواليه للاحزاب. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبدا بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن ملف المغيبين وتصريحات محمد الحلبوسي الأخيرة التي وصف فيها المغيبين بالمغدورين الذين فارقوا الحياة. معنا السيد أحمد من ألمانيا. سيد أحمد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد أحمد، هل أغلق الحلبوسي ملف المغيبين بهذا التصريح الأخير وأغلق الباب أمام ذويهم الذين يبحثون عنهم؟ أخي الحقيقة أن هذه المعلومة مو جديدة يعني، وأهل المغيبين أيضا وأهاليهم يعرفون كل الزين بأنه لا يوجد مغيبين، مغدورين بكل ما تعني الكلمة، ولكن مثل ما نقول بالمثل العراقي الغرقان يتعلق بقشة. أنا تساؤلي مو هنا، أنا تساؤلي على شغلتين اثنين. أولا الجهات التي تولت تغييب هؤلاء الناس وغدرهم هي جهات تقول أنها منتمية للدولة. أنا أتساءل، هو أكيد الحشد الشعب الإرهابي، أنا أتساءل هل أن الدولة مسؤولة على الحشد أم الحشد مسؤول على الدولة؟ الحقيقة أنه لا أحد يستطيع أن يقول أن الحشد يعني لا يستطيع أن يقول للحشد هذا ممنوع وهذا مسموح، هذا واحد. شيء ثاني، الحلبوسي لماذا الآن يثير هذه القضية؟ الحقيقة
الحلبوسي من جهة والمالكي من جهة أخرى والسوداني من جهة أخرى يلهون الشعب بقضايا منتهية وإظهار أنفسهم أمام المجتمع العراقي والشعب العراقي على أساس أن هناك خلافات سياسية ما بينهم. لكن بالمجمل هل يبرر فقط إلهاء الشعب العراقي عن المطالبة بحقوقه؟ نعم. هل يستطيع الحلبوسي تبرئة نفسه هو أو أي شخص ينتمي إلى هذه الحكومة أو الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال من أي قضية أو مشكلة تحدث في العراق؟ ألا تعد المشاركة في هذه الحكومة هي بحد ذاتها تواطؤ ومشاركة بكل الانتهاكات أو الجرائم التي حدثت وتحدث في العراق؟ كلهم مجرمين ومشتركين وأيديهم ملطخة بدماء الأبرياء، سواء كانوا من أبناء الحشد المغرر بهم الذين قتلوا على الجبهات أو من أبناء المحافظات العراقية اللي غدروا أو أبنائهم. أخي أنا أتوجه بسؤال واحد للمجتمع العراقي، أنت وينك يا ابن الجنوب من كنت تودي ابنك يذبح ابن الغربية وابن الشمال باسم أنه دولة نواصب؟ يا أخي ابنك أكيد إجا وحجالك وحجتلك. هسه أنتوا تطلعون والله انتفاضة ضد الحكومة، والله ليش؟ لأنه ما تنطيكم فلوس؟ أنتوا سفكتوا دماء الناس، انتهكتوا أعراضهم، إيش وقت ضميركم يصحى؟ طيب طبعا هذا الكلام لا يؤخذ مستري. بالعموم سيد أحمد، أنت تعرف هذا الكلام لا يؤخذ بمبدأ العموم اللي والله يا أخي أقول لك شيء، واحد أنا على مسؤوليتي مو على يعني أنا أمثل طيب. رأيي، هذا رأيي الشخصي طبعا، رأيك لكن إحنا دائما حتى وإن كان رأيك هو مبدأ العموم بحد ذاته هو مبدأ خاطئ أن يؤخذ سياق كلام، يعني أحترم رأيك، ما راح أقول الكل بس أقول 90%. طيب. ما أوزل الشخص. طيب. يبقى رأيك لكن خلينا نتكلم بالجزئية اللي تحدث بها الحلبوسي، قال بأنه يجب شمول ذوي المغدورين أو المغيبين بقانون ضحايا الإرهاب وما إلى ذلك من هذا الكلام كنوع من أنواع التعويضات. هل هكذا تحل القضايا والمشاكل الموجودة بالعراق؟ ألا يجب أن يكون هناك قصاص عادل من المتورطين بقتل المغيبين؟ لماذا لم يعقد البرلمان على سبيل المثال جلسة طارئة مثل ما عقدها يوم اللي صارت التظاهرات في البحرين، وقالوا البحرين يقمعون، أبناء البحرين يقمعون، وسووا ضجة في البرلمان في حين أبناء العراق يقتلون، وما سووا حتى جلسة استثنائية أو طارئة لمناقشة هذا الملف؟ أخي بوجود سلطة فائق زيدان ووجود التسلط المالكي والعصابات الإيرانية الموجودة لا أحد يستطيع أن يقول شيء. أقول شيء أنا الموجود هو يقول ضحايا الإرهاب، جيد، من قتلهم؟ الإرهابيين معلومين، الفيديوهات موجودة والتوثيق الدولي موجود والتوثيق المحلي موجود. هل يمكن للحلبوسي أن يثير قضية في البرلمان أو في المحكمة الاتحادية لمحاكمة المجرمين قيس الخزعلي وأمثاله؟ هذا السؤال يجب هو أن يجيب عنه حقيقة، وحتى المعلومة كانت ناقصة. عموما سؤالي الأخير لك، ليش نشوف حملة إعلامية من قبل الأذرع التابعة للأحزاب بل حتى قيادات في الأحزاب بتهوين هذا الملف بتقزيمه؟ واحد يطلع يقول مغيبين هذه كذبة، والثاني يقول ذولا إرهابيين. هذه الألسن أو هذه الأصوات التي تخرج، ما الهدف أو ما الغاية من وراءها برأيك؟ والله أخي احنا نقول عين الشمس ما تتغطى بالغربال. كيف تكون كذبة ووثائق رسمية تؤكد بأنه من محافظة صلاح الدين 15,000 مغيب، من الموصل 18,000 مغيب، من الرمادي أكثر من 30,000 مغيب؟ طيب. هذا واحد. شيء آخر، هل من المعقول أن قرى كاملة لا توجد فيها إلا النساء؟ أين الشباب؟ أين الرجال؟ أنا أقول للي يطلع يقول هاي كذبة، أدعي من الله سبحانه وتعالى أن يحدث ما حدث في الغربية في منطقته بأهله بعشيرته بمنطقته. شكرا جزيلا سيد أحمد من ألمانيا، أنا أشكرك. الله يبارك فيك. أشكرك للمشاركة. طبعا مثل ما قلت لكم مشاهدينا الكرام، نزلنا إلى الشارع واستطلعنا آراء مواطنين، عرضنا قسم من هذه الآراء، نعرض لحضراتكم الآن القسم الآخر أيضا، ونسمع شنو اللي يقول المواطن العراقي بشأن هذه التصريحات الأخيرة من الحلبوسي وبشأن ملف المغيبين بشكل عام. والله لأنه هاي الفترة يعني صار لهم فترة طويلة مبعدين ومغيبين، وماكو أي اتصال من أحد بهم بذويهم أو يعني بدوائر الدولة أو الأجهزة الأمنية، فما حد يندل مصيرهم وما حد يعرف مصيرهم وين.
فتصريح الحلبوسي ما كان، لانه وين يعني انا اليوم هسه طلعت من البيت ارجع مثلا ب 12 بالوحده بالثنتين بالثلاثه للوحده بالليل، اهلك راح يتصلون بالاجهزه الامنيه او يسجلون اخبار بانهم فقدت. زين مو صار لهم سنوات وما ما موجودين وما حد يعرف مصيرهم وين. زين فتصريح السيد الحلبوسي بمكانه واحتيالي ذولا تم تصفيتهم من قبل الميليشيات الطائفيه وما حد يعرف مصيرهم لحد الان. الحكومات ضعيفه. ضعيفه وثلاث ارباع الحكومات او كل الحكومات اللي جت من 2003 لحد الان هي عندها اجنده خارجيه تدعمها وتمشيها. والله تنصفهم نعم، لانه راح يحولهم على مؤسسه الشهداء. ومؤسسة الشهداء اعتيادي راحت، لانه هو اكو بالقانون كان 4 سنوات اللي يغيب يوفى، يعني وزارة الصحة لازم تصدر له شهادة وفاة. هسه صار قانون سنتين اذا ما يلقونه يكون مغيب لازم يسوي له شهادة وفاة، فلازم تنصفهم مؤسسة الشهداء وتنصف ذويهم. هي ما حد يعرف تبقت لهم مهجرين مضمومين ما حد يدري، بس احنا نتمنى انهم يكون موجودين، لكن اكثر الظن والحقيقه ما تبان الا بالوقائع الثابته. يعني انا ذاك اليوم سمعت ابراهيم الدليمي هم حكى على هالموضوع، فقال هسه ما يخالف قتلتوهم اعطونا شهادات وفاه ما لهالهم حتى يرتاحون، صار عندهم أولاد وصار عندهم مشاكل، والله كريم نشوف الوضعية شلون تصير. هذه قضية عميقة عمو، هذه قضية عميقة لأنه إحنا مرتبطين بغير أمور، يعني أنت مو ملك نفسك ولا حتى الحكومة ملك نفسها، قبل غير شكل هسه غير شكل. شنو ذنبهم؟ شنو خاصة ذول الجسر بجيبز؟ شنو ذنبهم؟ راحوا هيك ببلاش، صح لو غلط؟ فالله كريم، الله على عدل. بالنسبة له هو رئيس برلمان، أعرف هو رجل بالدولة وبالقانون، بس بالإثبات مثل بالأدلة، يعني هسه رئيس برلمان من يحكي بالأدلة، منو قتلهم؟ داعش؟ غير داعش؟ غير يحدد منو اللي قتل؟ مو يحكي كلهم قتلوا وانتهت، لا يحدد حتى الشعب يعرف، العالم تعرف. هسه كل متهمين سنه وشيعه متهمين بهذا الموضوع انهم قتلوا واندبنوا وانتهت شغلتهم، لا يحدد رئيس برلمان، رئيس سلطه تشريعيه يحدد اللي قتلهم من هو، من هو يحدد، من سوريا، من مصر، من العراق، من البصره، من بغداد، من الرمادي، منين اجوا هذول اللي قتلوهم، منين اجوا قوتي ايش؟ فلهذا لازم يحدد رئيس البرلمان. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى آراء بعض المواطنين، والآن نستقبل السيدة أم مريم من ديالى معنا عبر الاتصال. تفضل يا أم مريم. السيدة أم مريم من ديالى. أم مريم هل تسمعينني؟ ألو. تفضل يا أم مريم، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أخويا عندي زوجي معتقل. نعم. وأخذوا همينا من التعذيب، اعترف على نفسه وقطعوا أصابعه وحرقوا بالنار يعني ظهره ورجليه، وقصبا عليه اعترف وحكمه. نعم. وهسه أنا هم يعني ما عدنا. من الجهة اللي اعتقلته ومن الجهة اللي مشرفة على تعذيبه وكذا وأخذ الاعترافات منه بيا سجن؟ والله بدياله، في سجن دياله، أخذوه من الشغل يعني من الرقي، يشتغل بالرقي وأخذوه. الجهة اللي أخذته منه يا أم مريم؟ والله هي الحكومة، ما نعرف عاد هي الجهة، بس قال يعني عذبوني حيل وهاي صابيعة قطعوهن اثنيناتهم. شنو التهمة يا أم مريم؟ شنو التهمة؟ والله تهمته ارهاب. طيب ليش اخذوه؟ يعني والله هيك عداوات، يعني عداوات هو كانت بسبب وشايه، بسبب وشايه لو هو متورط بشيء لو شنو الموضوع؟ لا والله لا متورط ولا رايح ولا جاي، بس هيك كلها يعني عداوات شخصيه
واخذوه غصبا عليه يعني من التعذيب اعترف. ام مريم ما صارت لمحاكمه قانونيه عليكم. سيدة أم مريم صارت له محاكمة، وقف أمام قاضي، اطلع القاضي على وضعه، على التعذيب اللي تعذبه، شاف هذه الموضوع، أخذ بعين الاعتبار؟ لا ما خلوه، ما قال ما خلاني القاضي أحكي، عبالي بس أتسلخ وأشوفه ظهري شلون متعذب، شوفته طبيعي يقول ما أبد ما يدحد علي، على الأوراق وحكم. الله يكون بالعون سيدة أم مريم، الله يكون بالعون. أنا أشكرك للمشاركة. قالوها الأخوة اللي جئنا بآرائهم من الشارع وتحدثوا بها طبعا المتصلين وضيفتنا الكريمة، لا عدالة في العراق، عدالة غائبة تماما. ونموذج زوج السيدة أم مريم هو مثال طبعا عن حالات كثيرة جدا بطريقة تعامل القضاء أو القضاة مع المعتقلين الذين تنتزع الاعترافات منهم تحت التعذيب وبالإكراه. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.